شلون بصير؟ أنا وين؟ أنور؟ أنور هاد أنت؟ هاي لخانم؟ شو عم يصير هون؟ أنت رجعتوا بدكم تطلبوا إيد أختي؟ يعني كل شي رجع من أول وجديد؟ شو وين نحنا؟ ها؟ شو عم نساوي هون؟ هداك هزال؟ هداك هزال مو هيك؟ هزال وانت؟ انت؟ انت الحرامي اللي سرقتوك كمريان؟ الحرامي؟ الحرامي؟ كل هدول كيف مجتمعين سوا هون؟ ما بعرف كيف مجتمعين سوا، ما بعرف، انا عم بحلم. اوه جيفان بيك، شو هاد؟ انت مانك بحلم، انت حاليا عنا بالمركز. احنا هون عيلة مع بعضنا، وهزال اللي حضرتك شايفه نحن ماسكينه. طلعت معهم احلام. انت اللي كان لازم تعملها. ما بقدر اسناوله من هذيك الجهه. قولوا لي مين انتو؟ شو بدكم مني؟ مين انتو؟ الاسماء انا ما بحب اعلق عليهم، بس بيقولوا عنا جواسيس وممكن كمان قوات خاصه. انت اختاري اللي بدك اياه. واجبنا نلاحق المنظمات والقيادات يلي مثلكن ويلي لازم ينحط لها حد. يعني انت مانك من رجال هزال صح؟ انت جاسوس وانتو كمان جواسيس، كلكن جواسيس. ما شاء الله الذكر صحك ياك. لحظة شوي، لحظة، لكن هلال، شغلة هلال كانت فخ لأنه كلكن مشاركين بالموضوع. طلعت ذكي ما بكشي. ايه وفهيم كمان. برافو. لكن فينا نفوت بالموضوع فورا. طبعا اكيد. جيفان بيك، انت قدامك بس خيارين. واحد، هلا فيك تروح لعند هزال وعنا ادله بتكفي لنقبض فيها عليك، واساسا منعرف انك مهرب الماس جوات الاريديس. كنت حاسسها فكره ذكيه بس وبعدين في تهريبك للاسلحه لا تنسى. نقي. افضل الخيار الثاني، انك تشتغل معنا ورح تساعدنا لحتى نكمش كل الروس الكبيرة. شو رأيك؟ بس إذا هن عرفوا أني عم اشتغل معكم على الأغلب رح يحطوني بالأسيد ويدوبوني. معك حق طبعا.